المطرب الكبير جدا امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، اقول له اهلا وسهلا بيك معانا، لانك كنت في حلقه معايا مع احمد جمال وكنت بتناشد وزير الشباب والرياضه انه يحدد لنا ميعاد الانتخابات، ويبدو ان المناشده جابت نتيجه، والنهارده بيعلن حسين السمري ان فتح باب الترشح ان شاء الله يوم 1/9. اهلا بيك يا استاذ هاني معانا. اهلا بيك يا استاذ صبحي. اهلا بحضرتك، سعداء طبعا ان احنا بنسمع صوتك لاول مره معانا في 2-0. ربنا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك، الشرف لينا والبرنامج. اهلا بضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. كنت انت ليك رغبه ملحه في انه وزير الشباب والرياضه يبادر بالاعلان عن فتح باب الترشح، وها قد تم بعد 48 ساعه من مناشدتك، شايفها ازاي؟ والله انا سعيد جدا ان ده تم طبعا، لان الحقيقه يعني تسليم نادي الزمالك قلعه رياضيه كبيره من لجنه للجنه للجنه، اعتقد ده شيء يعني ما فيهوش استقرار ولا فيه يعني حاله من الـ يعني الاستقرار الفني والمادي للنادي. فانا بشكر سياده الوزير على سرعه الاستجابه، وان شاء الله يا رب الانتخابات اللي جايه نشوف فيها يعني كل ما من يصلح لنادي الزمالك سواء على كرسي الرئاسه او الاعضاء، ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب شايف تشكيل اللجنه ازاي؟ حسين لبيب والاتريبي وطارق جبريل وباقي الاعضاء، يعني انت متوسم خير في المجموعه دي، ولا بتتفق معايا انه اي لجنه بتيجي بيبقى صلاحياتها محدوده وبالتالي انتاجها بيبقى محدود؟ والله بص هقول لحضرتك بجد، انت يعني كلامك مظبوط طبعا يا الصبح، يعني هو طبعا اي لجنه بتبقى عارفه انها جايه في توقيت قليل، وبالتالي صلاحياتها ما هياش كامله الصلاحيه، لكن انا متوسم خير، انا متوسم خير في اللجنه دي، فيها ناس مرتبطه ارتباط مباشر بالنادي ولعبه ومارسه الرياضه وعندها فكره في التسويق الرياضي، ويعني وفيها رجال اعمال ورجال اعمال بالضبط كده، غير اللجنه اللي فاتت يعني مستشاريننا المحترمين اللي كانوا يمكن بعدين شويه عن اداره النوادي الرياضيه. فانا يعني متفائل ان شاء الله يا رب الفتره اللي جايه يكون في يعني استقرار اكتر في النادي، يبقى في محافظه على قوام الفرق الرياضيه سواء كره القدم او كره اليد او كره السله، وده مهم جدا. وتسمح لي انا اناشد اللجنه، اتفضل طبعا، من منبر حضرتك اقول لهم من فضلكم يا ريت تحافظوا على قوام الفرق الرياضيه في نادي الزمالك في كل الالعاب طبعا، كان كره قدم، كره يد، كره سله، كره طايره، لانه الحقيقه يعني النادي وصل لمرحله عنده كوكبه كبيره من اللعيبه المهمين، ثروه قوميه، كلهم ثروات قوميه في الالعاب الجماعيه في الزمالك، مش بس في كره القدم والله يا استاذ، لا طبعا كل الالعاب الجماعيه معظمهم اعضاء في الفرق الوطنيه بالظبط كده. فانا اتمنى انهم يحافظوا على هذا القوام، وهو احنا يعني الاستاذ حسين لبيب يعني زي ما انا شفت كده فتح نفسنا كلنا وقال ان في فلوس جايه الفتره اللي جايه، ان شاء الله يا رب يتم دفع الفلوس اللعيبه عند النادي والتجديد اللي عايزين نجدد له، ولو في صفقه صفقتين يعني يزودوا من قوه ويعني وقيمه الفريق ودعم الفريق ان شاء الله، ان شاء الله يا رب خير باذن الله. طيب لو جينا يعني نظرة بقى على الانتخابات بمناسبة تحديد موعدها، عين الفنان هاني شاكر الزملكاوي المخلص اللي بيتعب زينا رايحة لفين؟ تقولي مين في ودنه لازم تترشح؟ لازم يترشح؟ للرئاسة طبعا. والله يا الصبحي انا عايز اقول لك يعني احنا يعني كزملكاوية احنا شفنا العصر الذهبي لنادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور ومجلسه المحترم، بصراحة يعني انا ما شفتش انجازات سواء على المستوى الانشائي والاجتماعي والرياضي زي عهد المستشار مرتضى منصور. فيعني اذا كان هيبقى عنده الفرصه انه ينزل يترشح، اتمنى انه يكمل مسيره النجاح اللي كان فيها، ويبقى الفتره اللي فاتت دي يعني خليته يعرف ايه الايجابيات اللي هو يستمر عليها، لو في سلبيات
ما يعملهاش الفتره اللي جايه، ويوطد علاقته بالناس كلها ويصلح علاقته بالناس كلها، لان ده في النهايه يعني هو لمصلحه نادي الزمالك الحقيقه. طبعا لو سمح له انه يكمل ويدخل الانتخابات ان شاء الله، تفتكر ممكن حد من الاسماء المطروحه يبقى منافس قوي معاه؟ اي اسماء مطروحه بقى قول لي. يعني بنسمع أي أسماء؟ عن بنسمع أي عن المهندس خالد عبد العزيز، بنسمع عن حازم امام، بنسمع عن احمد سليمان، لا في اسماء كتير متداوله يعني. انا فهمت حضرتك. لا انا اعتقد لو المستشار مرتضى منصور نزل الانتخابات هيكتسح الانتخابات، مش هيكسب، هيكتسح الانتخابات. واحنا كمان ما سمعناش زملكاوي انا الا في عهد مرتضى منصور معاك الاغنيه الرائعه بتاعتك فيبدو ان الاغنيه جابت نتائج. الحمد لله. حبيبنا يا استاذ هاني، ودايما بنسعد وبنتشرف بوجودك. والله اسعدتنا وشرفتنا. ربنا يبارك في حضرتك. شكر جدا الفنان الكبير هاني شاكر، كنت معانا في 2-0. اهلا بيك.